الخير. كيف يساهم الإنترنت في إعادة تكوين المرأة العربية؟ هل تشكل هذه الأداة الحديثة نافذة للنساء العربيات أم أنها تزيد في عزلتهن داخل المنازل؟ هل يهدد الإنترنت القيم المحلية التي تربت عليها المرأة العربية؟ كيف يمكن الاستفادة من وسيلة الاتصال والتواصل هذه في تنمية المعارف ونشر الوعي والمطالبة بالحقوق المسلوبة؟ أسئلة عديدة سنطرحها في هذه الحلقة من برنامج هن بعنوان المرأة والإنترنت. بداية نشاهد هذا التقرير. حواء بنت للبنات، أسرار البنات، عالم المرأة، بوابة المرأة، ملتقى المرأة العربية، نساء ضد العنف، أمان لك إليها ولها. إنها أسماء مواقع إلكترونية مخصصة للمرأة العربية، مواقع تستكمل ما بدأته الصحافة النسائية من مواضيع وقضايا نسائية، لكن المواقع الإلكترونية النسائية تختلف في التوجه والمواد المطروحة للاستهلاك، من الطبخ والتجميل والديكور والفن إلى التربية والصحة والتسوق إلى الحقوق والسياسة والاقتصاد. تتنوع هذه المواقع مقدمة صورة عن واقع المرأة العربية وحاجاتها وتطلعاتها. لا تقتصر علاقة المرأة العربية بالإنترنت على المواقع الإلكترونية، هناك ظاهرة المدونات التي تزداد باضطراد، وهناك المواقع الكبرى التي تشترك فيها الإناث والذكور إضافة إلى غرف المحادثة. لا شك في أن الإنترنت ساهم في فتح نوافذ وقنوات جديدة للمرأة العربية. في هذه الشبكة العنكبوتية تستطيع المرأة أن تتفلت من تزمت المحيط الذكوري، تستطيع أن تغادر غرفتها الضيقة وشارعها المعادي، تستطيع أن تتعرف على أصدقاء جدد من غير رقابة الأب والأخ والجار وابن الجار. ليس هذا فحسب، بل إنها تستطيع أن تناضل سياسيا وتطالب بحقوقها المهدورة، تستطيع أن تصرخ وتشهر وتثور وتعترض، وتستطيع أن تلتقي بشريك حياتها. يعني كما لاحظنا في هذا التقرير، أصبحت المرأة هي مادة إعلامية مهمة في الإنترنت، بل هي كمان منتجة ومستهلكة. يعني هي المادة اللي يكتب عنها، وهي التي تكتب عنها عن ميادين أخرى، يؤخذ عليها أن مساهمتها شوي محدودة في برمجة برامج الإنترنت، يعني مطلوب منا مساهمة أكبر وفعالة أكثر. ده في الخصوص ده أنا بش نتكلم على دراسة مولتها شركة أنتل وأجرتها شركة هارس إنتراكتيف وأوردتها شبكة CNN. تقول الدراسة أنه 46% من النساء في أمريكا هن مستعدات إنهم يتخلوا على أسبوعين من ممارسة الجنس، ولكن لا لخسارة فرصة واحدة في استعمال الإنترنت. نفس الدراسة أقر بها 20% فقط من الرجال، وهذا يدل أنه المرأة متعلقة أكثر من الرجل بالإنترنت. يعني على طار العلاقات، عندنا في مواطن ألماني اسمه هلمت دفع تقريبا 7900 يورو إلى شركة وساطة على الإنترنت، وساطة للزواج طبعا، وبعدها 3 مرات طبعا فشل موضوع الزواج لأنه لا تتطابق مواصفات الزواج مع ما يريده، يعني بغشوا، رفع لهم دعوة قضائية رفضها القاضي. السبب أنه لا يوجد يعني قانون يجرم الكذب في الإنترنت، خصوصا أنه ما توجد في إمكانية لإثبات استدراجه من أجل أو استدراجه إلى كمين نسائي. وبالتالي نصحح طبعا القاضي أنه يتجه إلى العلاقة الكلاسيكية في القرن 21 ويتعرف بعيد عن صراعات الشباب. يعني بعيدا عن علاقة الـ يعني المرأة في بالكمبيوتر في الدول الغربية أو في أمريكا، أعتقد أنه الكمبيوتر وعالم الإنترنت كان ثورة كبيرة في حياة المرأة العربية. يعني تخيلوا الست البسيطة أو البنت البسيطة اللي عايشة في قرية في أقصى الريف مثلا في أي دولة عربية أو في أي مكان، تخيلوا أن هي تقدر عن طريق الجهاز ده أن هي تتصل بأي حد في العالم، في قارات أخرى، تقدر أن هي تعرف إيه اللي بيحصل، تقدر يبقى ليها صداقات، وبالتالي الصداقات دي تكسبها معرفة ولا عمرها كانت ممكن توصلها إلا بس عن طريق الإنترنت.
فمتخيلين قد ايه هو ثوره فعلا في حياه هؤلاء النساء. على اي حال الحلقه كلها مخصصه عن المراه والانترنت. نستضيف في هذه الحلقة من البحرين مديرة موقع بوابة المرأة أميرة عيسى، ومن الأردن مدير موقع أمان والناشط الحقوقي منير دعيبس، ومن مصر المذيعة والمدونة مروة رخا. تنضم إلينا كمان لاحقا من المغرب خبيرة الإعلام والاتصال نادية المهيدي. نشاهد في البداية هذا التقرير عن ضيوف الفقرة الأولى. درست مروة رخا الأدب الإنجليزي قبل أن تعمل في مجالي السياحة والصحافة. قدمت برامج عن العلاقات العاطفية وهي تدرس حالياً مادة التسويق في الجامعة الأمريكية في القاهرة. أصدرت رخا كتاباً بالإنجليزية تحت عنوان شجرة السم، وهو نتيجة عملها في المدونات التي نشرتها عبر الإنترنت. أنا كنت طول عمري حاسة أن أنا في حاجة غلط، يعني بقعد مع الناس بحس ان تفكيري مختلف، طريقه كلامي مختلفه، الحاجات على طول حاسه ان انا معترضه على التفكير بتاع الناس، على تصرفاتهم، على الازدواجيه، على الجبن، على الخوف. حاسه ان انا معترضه على كل حاجه، كنت حاسه ان في حاجه غلط، يعني ببقى قاعده وسط الناس وحاسه ان انا مرفوضه. المدونين والمدونات هم زي ما بيقولوا استلقوني، وقعت من السماء هم استلقوني. من جهتها حصلت أميرة عيسى على دبلوم في الإدارة وقيادة الأعمال، وهي تعمل اليوم مديرة موقع بوابة المرأة الإلكتروني، كما تنشط في العمل الاجتماعي والنسوي من خلال اللجنة التنظيمية لحملة الجنسية في البحرين وحملة قانون الأحوال الشخصية التي ينظمها الاتحاد النسائي البحريني. تدرك عيسى أهمية الإنترنت في حياة المرأة، ومن هنا تؤمن بأهمية الرسالة التي تؤديها. طبعاً الإنترنت أثر في واقع كل مستخدمين، ولكن بالنسبة للمرأة ممكن يعني نكون متفائلين نقول إن يعني الإنترنت كتكنولوجيا هو يعني يمكن لأول مرة يعني يكون في صالح المرأة، لأن دائماً المرأة تتهم بأن هي مثلاً ما تقدر تنجز بعض الأعمال أو ما تقدر تقوم بعض الوظائف لأن هي تحتاج تقضي وقت أكثر مع أولادها، أو مثلاً تمر بمرحلة الحمل والولادة وهاي الأمور. الإنترنت سهلت هاي الموضوع، وكان أصبح يعني بإمكان المرأة أن هي تؤدي وظيفتها من أي مكان تكون موجودة فيه. درس منير دعيبس القانون في جامعة الأردن ليتفرغ لاحقاً للدفاع عن قضايا المرأة، وهو يرأس قسم شراكة المعلومات والاتصال في المعهد الدولي لتضامن النساء في الأردن، كما يشرف على محتوى موقع أمان أو المركز العربي للمصادر والمعلومات حول العنف ضد المرأة. فالفئات المستهدفة بشكل رئيسي هي النساء في مختلف الدول العربية والفتيات، لكن بشكل عام الموقع بيستهدف المهتمين والدارسين والباحثين والناشطين في مجال حقوق المرأة، وهذا طبعا بيشمل الجنسين الرجل والمرأة. طبعا أنا بصفتي رجل وبقوم بإدارة هذا الموقع، طبعا القضايا كلها اللي بتناولها الموقع هي قضايا بتمسنا كرجال قبل ما تمس النساء. نرحب بضيوفنا الأستاذة أميرة عيسى والأستاذة مروة رخا والأستاذ منير دعيبس، أهلا بحضرتك. حضرتك مدير موقع أمان وناشط حقوقي في هذا المجال، يمكن يعني كان لنا لقاءات كثيرة مع ناشطين حقوقيين بيشتغلوا في على الأرض في المنظمات أهلية، بعض الجمعيات الخاصة بدعم دور المرأة، لكن موقع بيعمل على دعم المرأة أو إن هو يرفع مشاكلها إلى المجتمعات الأخرى، ده جديد. إزاي هذا الموقع بيعمل وكيف يساهم في حل مشاكل المرأة؟ صحيح، موقع أمان عمره حالياً 8 سنوات، وفكرة إنشاؤه كانت بناء على توصية من ورشة عربية أخذت في الأردن سنة 2000 لبرامج الإرشاد في الوطن العربي، وكانت التوصية بتنص على أنه هناك حاجة ملحة لوجود مركز معلومات ومصادر عن العنف ضد المرأة في الوطن العربي. وبناء على هذه التوصية عمل المعهد الدولي لتضامن النساء في الأردن اللي موقع أمان تابع له على تنفيذها، وكانت من هون فكرة إنشاء موقع بيهتم بقضايا المرأة والعنف ضد المرأة.
تم افتتاح الموقع سنة 2001، وكانت إدارة المعهد تتوقع أنه يكون في 50 زائر في اليوم كحد أقصى، لكن لعدم وجود معلومات عن المرأة خاصة باللغة العربية على شبكة الإنترنت تجاوزت الأعداد بشكل كبير جدا. وصلت لآلاف خلال عدة أشهر. نعم، تسمح لنا أيضا يعني قبل أن ندخل في التفاصيل نستفسر أيضا من السيدة أميرة بالنسبة إلى موقع بوابة المرأة، إيش الخدمات اللي بيقدمها؟ تعرف المشاهدين عليه أكثر خصوصا بالنسبة للمرأة. بالنسبة لموقع بوابة المرأة، إحنا ابتدينا في 2002، وطبعا ابتدينا لنفس الأسباب اللي ذكرها الأستاذ منير، وهي عدم وجود مواد على الإنترنت باللغة العربية عن المرأة، وبالذات بالنسبة لنا عن المرأة في البحرين وفي الخليج العربي. مروة، ليه كانت جات لك فكرة أصلا إنشاء مدونة على الإنترنت؟ بداية التدوين بقيت أدون باسم مستعار، جينيفر أندرسون، اخترت اسم أجنبي خالص. ليه؟ علشان المجتمع وأحكام المجتمع، لأن أنا كنت بتكلم على العلاقات وبديت أتكلم على تجاربي الشخصية. أنا بداية التدوين ما كانش على مشاكل الناس ولا القضايا، ما كانش في دماغي خالص الكلام ده. الموضوع ان انا كنت عندي تجارب شخصيه معينه ونقط ضعف في المجتمع، انا كنت شايفه انها بشكل عام مش حاجه معينه. بالظبط كده، فابتديت اكتب وبعبر عن نفسي، وزي ما يكون كان مجال الفضفضه يعني. وبعدين بقى المدونه دي اللي حصل بقى ان لقيت تفاعل جامد من مدونين وقراء، ناس ما لهمش اي صله بيا ولا يعرفوني، وابتدوا يشجعوني ان انا اعمل مدونه باسمي وان انا اطلع للعلن، وشجعوني ان انا اجمع كل التدوينات بتاعتي وانزلها في كتاب. ويعني هم اللي ابتدوا يعني يدوني ثقه ان انا مش لوحدي والتفكير ده مش لوحدي. سيد، بس وصل كانوا متوقعين 50 زائر طلعوا بالالاف، انت قد ايه وصلوا؟ انا ما عدتش بصراحه، انا بخاف من الحسد. على العموم هنتكلم اكتر على المدونه الخاصه بيك يا مروه، وكمان على الزائرين اللي عندك، هل هم من الرجال اكتر ولا من النساء اكتر؟ لكن خلينا ناجل السؤال ده بعد الفاصل. من جديد مروة، بدأتي في من خلال المدونة الخاصة بيكي تتلقي خلينا نقول يعني استشارات عاطفية. مين اللي كان بيبعت لك استشارات العاطفية، من النساء أكتر ولا من الرجال؟ لأن ده بيعكس مين اللي بيهتم بالمسائل دي أكتر على الإنترنت. لا، هي الاستشارات الأول يعني هبتدي في المدونة، كان بيجي لي تعليقات من بنات ومن ولاد. الأول كان كل التعليقات اللي بتيجي على المقالات اللي أنا بحطها من البنات، بعدين شوية شوية لقيت إن في ولاد بيخشوا، لقيت مخهم كويس وبيعايزين ينصروا المرأة وعايزينها إن هي تاخد حقها وإن هي تقف ضد أي حد بيحاول يظلمها أو يقهرها. فلقيت تفاعل جامد جدا من الولاد. يعني أنا فاكرة مثلا كان في اكتر من اوائل الناس اللي ابتدوا يشجعوني، كان في الاسم الحركي بتاعه IRC President، وهو عنده المدونه بتاعته، كان بيخش يعلق ويتكلم مع البنات ويحاول ينصر فيهم ويشجعهم وكده. هذا موضوع الاستاذ دعايبس مره فاتت عمان، ويمكن من وقت لوقت برجع له، لانه فعلا في مواضيع كتير جديه وكتير صعبه، وهي مش مقتصره فقط على الاردن. يعني قد ايه، وخاصه الاردن مثلا، مواضيع الخلع والى اخره، قد ايه بيقدر موقعك يطالب او يساعد المراه الاردنيه في ظل نظام قبلي صعب وعشائري؟ الصحيح هو موقع امان موقع عربي. نعم. مش موقع فقط للاردن، هو موقع لكل الدول العربيه. نعم. حتى الموقع لكل النساء العربيات في العالم اجمع. الموقع الهدف الاساسي منه هو تقديم المعلومات وتقديم المصادر والوثائق والدراسات الخاصة بالمرأة العربية، ومناقشة القضايا ومتابعة القضايا اللي بتهم المرأة العربية واللي بتكون في الوقت الحالي مصدر لانشغالها. فمثلا يعني كان في هناك على موقع أمان تركيز على بعض القضايا اللي كان لها صدى في بعض الدول. في الأردن مثلا كان فترة من الفترات تركيز على قضايا جرائم الشرف. مثلا في مصر، في السودان واليمن كان في تركيز على موضوع الختان. في موريتانيا كان في تركيز على موضوع تسمين الفتيات. انتوا دوركم استشاري؟
احنا لا دورنا توفير المعلومات. احنا بنقدم المعلومات للزائر وبنقدم المعلومه بشكل حيادي بحيث انه بنعرض كل وجهات النظر اللي لها علاقه بالقضيه وبنترك للزائر هو اللي يحدد وهو اللي يقدر اني وجهه نظر. لاي اللي مدى بتقدروا تساعدوا المقموعات والمعنفات؟ هلا احنا حسينا في موقع امان انه لازم يكون في عندنا مركز ارشادي او مركز خدمات استشاريه، فعملنا موقع مختص في الارشاد الالكتروني. فعندنا موقع بيقدم خدمه الارشاد للنساء العربيات في مختلف الانواع، اجتماعي، نفسي، صحي، تعليمي. وهي الاستشارات اللي بتجينا او الشكاوى اللي بتجينا عن طريق الموقع بتم تحويلها لمختصين من كافه الدول العربيه، فاذا كانت الشكوى قادمه من السعوديه بنحولها لمختص من السعوديه اللي بتعطينا الاجابه وبتم تحويلها لصاحبه الشكوى بالبريد الالكتروني. وطبعا بعد ما نسلمها اياها احنا بنطلب منها الاذن في انه يتم نشر الشكوى والاجابه من خلال على الموقع. خلال التعامل ده واضح انه هو في تفاعل من المراه الانترنت، يعني المراه تهتم ان هي تبعت قضيه عن طريق الانترنت. طبعا تهتم طبعا، وخاصه انه في بعض الدول العربيه كان صعب ولا يزال على المراه انها تغادر منزلها، فالانترنت موجود في بيتها في منزلها، فاصبحت انها توصل للمكان اللي بدها هي تطلب منه الاستشاره بدون ما تغادر المنزل، وهذا زي ما حكيت هو صعب في بعض الدول العربيه، فهو متنفس لها حتى تعبر عن المشاكل اللي بتواجهها وتستفيد من الحلول تبعها. خلينا نسمع شويه سيده اميره. وموقع بوابه المراه حصد جائزه تميز المحتوى الالكتروني، يعني قل لي موقع الكتروني على ماذا يمكن ان يحتوي حتى ياخذ جائزه كما هكا؟ هو طبعا بالنسبه لنا كان يعني في مقاييس محدده للجائزه ونحاول ان احنا يعني نغطيها يعني او يعني نقوم فيها، ولكن احنا لما اشتغلنا ما كان هدفنا الجائزه، يعني احنا اشتغلنا على اساس ان احنا نوفر معلومات للمراه ونكون وسيط بينها وبين يعني المنظمات اللي تقدم لها خدمات. طبيعه المعلومات، طبيعه المعلومات متعلقه بالقضايا المراه اللي يعني المتحركه في وسط البحرين او الخليج او حتى الوطن العربي، مثل حق المراه في منح الجنسيه لابنائها، مثل قضايا قوانين الاحوال الشخصيه بالنسبه للمشاركه السياسيه. في فتره المشاركه السياسيه في البحرين الانتخابات الاولى والثانيه حاول الموقع انه هو يعني يعطي صفحات متخصصه لكل المرشحات من النساء على يعني على قدر المساواه، حقهم في متساوي في انهم يعرضون يعني برنامجهم الانتخابي بالنسبه لعرض برنامجهم او عرض مثلا السي في او الانشطه اللي هم يعملونها، وهي كانت يعني طيب بشكل متساوي. لما تم غلق بعض المواقع الالكترونيه في البحرين، كان وقتها موقع هذا بوابه المراه موجود وتم غلقه ولا لا؟ طبعا لم يغلق موقع بوابه المراه لحد الان. طيب اغلاق المواقع والحظر حتى موجود عندنا احنا في السعوديه، دائما يوجد في صفحات محظور الدخول عليها. اول شيء رايك في هالموضوع الحظر، ثاني شيء تاثيره على المراه؟ بالنسبه لحظر المواقع يعني اعتقد انه يعني شيء يعني غير لم يعني ليس له معنى بالحقيقه، لان اي احد يعني يمكن طفل صغير يقدر يكسر الحظر ويدخل. يعني انا ابني الصغير لما صار حظر المواقع اعطاني حاجه قديمه، يعني بالضبط لانه بقى لي حاجه قديمه. هاي رقم واحد. رقم اثنين، اذا كنا ندعي ان احنا يعني نريد ان نخلق مجتمع معرفه في الوطن العربي، كيف نخلق مجتمع للمعرفه؟ الناس غير مسموح لها تدخل لكثير من المواقع اللي هي تقدم لهم هاي النوع من المعلومات. تاثيره على المراه يعني اعتقد ان تاثير على المراه يعني يمكن يمنعها عن التعبير اذا كانت مثل الاخت مروة يعني تعبر عن نفسها، وهذه يعني اذا يطال بعض الاشخاص اللي لا يرغبون. طيب يعني استاذ منير، هل تعتقد انه استخدام المراه للانترنت، طبيعه استخدام المراه للانترنت بيختلف على حسب المجتمع اللي هي جايه منه؟ يعني في مراه تستخدم الانترنت لاسباب تافهه، في لاسباب الاتصال بالعالم الاخر، في لاسباب يعني الاسباب بتختلف على حسب نوعيه المراه ونوعيه المجتمع اللي هي جايه منه. الصحيح انه اهتمامات المراه بالانترنت متنوعه ومختلفه، ما بتختلف بحسب الدوله او هي بتحتسب، ممكن انه نحسبها على اساس التعليم اللي بتتلقاه الفتاه والهدف من استخدامها للانترنت والاسلوب اللي من خلاله بتكون قادره على انها تستخدم الانترنت. فمثلا يعني احنا بنلاحظ انه جيل الشباب سواء كان بنات او شباب يعني عندهم اهتمامات معينه في الانترنت،
بتجذبهم وبتعطيهم الاهتمام انه يواصلوا ويقضوا ساعات طويله على الانترنت، في حين انه القضايا اللي بتخص المراه او لها علاقه بحقوق المراه بنلاقي من جيل الشباب اهتمام اقل فيها، مهمله جدا، مهمله حتى لو انه بتمسهم شخصيا او انه فعلا هم بيعانوا من مشاكل ممكن ان تكون المواقع الجاده انها بتعالجها. بس انا بدي ارجع لموضوع سؤال الحجم بالنسبه للمواقع. احنا كان لنا في موقع امان تجربه طويله ومريره مع موضوع الحجم. مثلا احنا سنه 2001 نظمنا حمله تضامن مع الناشطه التونسيه سهام بن سدرين، وكانت في ايامها موجوده بالسجن، وكانت الحمله هي عباره عن حمله الكترونيه انه اي شخص بوقع على هاي الحمله فورا بتروح رساله الكترونيه للرئاسه التونسيه. فاحنا بعد اسبوعين من تنظيم الحمله تم حجب الموقع في تونس، وبعدها باسبوعين تم اطلاق سراح الناشطه. بعدين سنه 2006 تم حجب موقع امان في السعوديه، مع انه احنا حسب الاحصائيات نسبه زوار الموقع من السعوديه لحالها حوالي 20% من زوار موقع امان اللي بتجاوز عددهم ال 25,000 زائر باليوم. ما الناس مساكين ما عندهم غير التلفزيون ولا الانترنت في السعوديه، يعني ايش عندهم؟ ما هي قامت صحفيه سعوديه اسمها ناهد باشطح بكتابه موضوع في جريده الرياض وعنونته بموضوع حجب المواقع الالكترونيه ام حجب العقول، واشارت انه يعني موقع امان بالملفات اللي بنشرها حتى لو كانت عن المراه السعوديه هي عباره عن معلومات تم نشرها سابقا في الجرائد السعوديه، يعني ما عم بتجيب معلومات سريه او مخفيه. فطالبت في انهم يعيدوا الموقع لزوار في السعوديه، وفعلا تم سالها لمروه اذا اعترضت مشاكل من اي نوع في المدونه ولا كانت حره اكثر من المواقع الاخرى. احنا عندنا في مصر الحجب بيحصل اكتر للحاجات السياسيه، طول ما انا بتكلم عن المراه والحاجات الاجتماعيه وحاجات مفيش مشاكل، مفيش مشاكل عاطفيه برضو ما عندهمش مشكله. اللي بيحصل فيه الحجب والسجن والمطارده والحاجات دي، الناس اللي بتتكلم في الحاجات السياسيه بيهاجموا مباشره الدوله او السياسه او النظام او كده. يعني تقتصر مواضيعك فقط على الاشياء الاجتماعيه كل المشاكل النفسيه الزنقه دي؟ كل كم حبه كده بروح حمله تدوينه، بس ما بتبقاش سياسيه قوي. يعني النهارده قبل ما اجي لكم على طول دخلت عندي على الفيسبوك لقيت ان الناشر بتاع الكتاب بتاعي وكاتب تاني اسمه مجدي الشافعي عمل اول كتابه روايه مصوره اسمها مترو، محاكمتهم بكره يوم السبت. فكتبت الموضوع ده على المدونه عندي عشان طيب وحسب المدونه من اجرأ في التعاطي في المواضيع، الرجال ام النساء؟ ملهاش دعوة. احنا في مصر عندنا في مدونات بيكتبوا في السياسة زي واحدة مصرية، زي مبادرة كلنا ليلى، بيحاولوا يعملوا تجميع للمرأة ومناهضة العنف، الحاجات الخاصة بعدم التحرش بالنساء وعدم التعرض كلنا ليلى عاملة مبادرة جامدة جدا. بتلاقي رد فعل بقى الحاجات دي؟ يعني هل دخول المرأة على الانترنت في مصر مثلا بالتحديد مقتصر بس على يقعدوا شوية على الفيسبوك او شوية شاتنج، يعني الحاجات اللي احنا بنقراها دي؟ لان بتجيلنا كتير على الايميلز مش عارفه دعوه لمناهضه ايه ودعوه انا كنت لسه بتكلم مع استاذه اميره واحنا جايين في السكه على الموضوع دوت، ان في مصر عشان نسبه الاميه عاليه فاحنا مش هنقول نعلم الناس يخشوا على الانترنت، بس هم حتى لو دخلوا مش هيعرفوا يقروا الحاجات المكتوبه. في بنات كتير وستات كتير بيخشوا على الانترنت وعايزين يغيروا، يعني بيحاولوا ان هم يفهموا الدنيا فيها ويحاولوا يشاركوا. يعني كلنا ليلى دي سنه 2008 كمية المشاركات من البنات ومن الأقاليم ومن الصحفيات ومن الرجالة، العدد كام تقريبا؟ أنا ما عنديش رقم مظبوط عشان ما اوديهمش في داهية، بس سيدة أميرة نعرف بأنه الفيسبوك الآن له كيان مختلف عن ما سبق على الإنترنت، من ناحية أنه هو يعطي ستركتشر أو قاعدة لتدريب نظرية لتدريب المجتمعات على ولوج عصر الديمقراطية والرأي والرأي الآخر. برأيك مواقعكم الآن أمان المرأة كيف ممكن تصمد أمام يعني التطور المتسارع هذا على الإنترنت؟ هو بالنسبة للموقع يعني إحنا موقعنا يعني هدف إنه يقدم معلومات في الأساس، ولكن يعني أنا يعني يمكن أرجع حق كلام الأخت اللي قالت إن المرأة يعني شنو عن ماذا تبحث على الإنترنت. يعني لازم بعد إحنا نطالع وراء ذلك، يعني النساء كم عدد النساء اللي يقدرون يدخلون على الإنترنت،
كم عدد النساء اللي يقدرون يستفيدون من المعلومات الموجودة. يعني إحنا يعني من شغلنا عرفنا أن كثير من النساء تواجههم عقبات اللغة. يعني في معلومات كثيرة موجودة هو ممكن تفيد النساء في حتى طريقة التعامل مع مشاكلهم، ولكنها معظمها موجودة باللغة الإنجليزية. جانب آخر يواجه المرأة في أنها يعني إلى أي مدى لها حظوظ في أنها تستخدم الإنترنت، يعني سواء من ناحية يعني تكلفة الخطوط، تكلفة الحصول على الكمبيوتر، أو حتى دورها في البيت. في الأردن ده متاح ولا في البحرين؟ في البحرين عفوا ده متاح ولا في البحرين؟ الإنترنت متاح، ولكن نسبة البحرينيين اللي يستخدمون الإنترنت 25% من السكان. كم نسبة النساء من هؤلاء؟ والأردن؟ الأردن طبعا متاح نفس الشيء، بس أنا بحب أعطي فكرة عن يعني في ثواني معدودة لأن وقتنا تقريبا انتهى. بدي أعطي فكرة بس عن استخدام الإنترنت على مستوى الوطن العربي. يعني إحنا عدد سكان الوطن العربي 344 مليون تقريبا حسب إحصائيات 2008. مستخدمين الإنترنت سواء رجال أو نساء 45 مليون، ما يشكل 7.6% فقط من عدد السكان، فالنسبة قليلة جدا مقارنة مع دول العالم الأخرى. صحيح، ده موضوع هنتناقش فيه بعد الفاصل مع ضيوفنا بالتفصيل. أنا بشكر حضراتكم شكرا جزيلا. موضوعنا المرأة والإنترنت، سنكمل هذا الموضوع بعد الفاصل مع الأستاذة نادية المهيدي. أهلا وسهلا بك دكتورة نادية المهيدي، ومرحبا بالمغرب العربي. واليوم نتكلم عن المرأة والإنترنت. وسؤال شخصي، قديش تقعد قدام الإنترنت في اليوم؟ ما بين 4 و5 ساعات يوميا للإجابة عن الإيميلات. هذا أول عمل يعني في الصباح مباشرة قبل الخروج للعمل، والساعات الإضافية هي للبحث، للتواصل، للإبحار، لمعرفة خصوص المواد اللي مرتبطة ببحوثي الشخصية. لغة التواصل تتم باللغة الفرنسية؟ أساساً باللغة الفرنسية، شخصياً باللغة الفرنسية، ثم العربية، ثم الإنجليزية، ثم الإسبانية، 4 لغات. خليك معنا نشوف ريبورتاج يعرفك أكثر للمشاهد، ونرجع للحديث بالتفصيل. أستاذة في المعهد العالي للإعلام والاتصال، خبيرة اتصالات لدى الاتحاد الأوروبي والوكالة الكندية الدولية للتنمية، مستشارة في منظمات إقليمية ودولية عدة. إنها نادية المهيدي، الباحثة في حقلي الإعلام والاتصالات. أنجزت المهيدي دراسات عدة حول المرأة وصورتها في وسائل الإعلام، كما وضعت بالاشتراك مع آخرين عددا من الكتب، أبرزها العلاقات بين المغرب وإسبانيا من منظور وسائل الاتصال، والخطاب الإعلامي العربي تجاه المرأة، خطاب لطالما عكس صورة نمطية عن المرأة العربية، واضعا حدودا أحادية لصورتها. الإنترنت لم يعترف بهذه الحدود، كسر هذه الحدود، ومن خلال المدونات النساء العربيات كنلقاهم بأنهم كيخوضوا في مجالات عدة، مساحة التعبير والحضور أصبحت متوفرة أكثر، وصوت المرأة أصبح مسموع، وبحيث أنك لقوا حتى صحفيات متمرسات مهنيات خلقوا لنفسهم فضاءات ومساحات داخل الإنترنت. هكذا يشكل الإنترنت في نظر نادية المهيدي وسيلة لتمكين المرأة في أكثر من موقع. المدونات كتخوض في كل هالمجالات، كنلقاو باحثات في علوم الاتصال أو في الطب أو في ميادين جد دقيقة استعملوا الإنترنت والمدونات كوسيلة للاتصال، كوسيلة للبحث عن المعلومات، تبادل الخبرات، خلق شبكات. دكتورة، في المغرب إجمالا كيفاش تقيم حجم تواصل المرأة المغربية مع الإنترنت؟ هو تعامل صار الآن مسألة طبيعية ويومية. خليني نحكي لك
أولا على النساء الناشطات في الحقل السياسي، في الحقل الجمعوي، في الحقل الفني، في الحقل الأدبي الثقافي، ثم تأتي فئة الطالبات يستعملوه أساس بالأكيد للبحوث، ولكن التشات يعني كزميلاتهم ورفيقاتهم عبر العالم، ثم حتى اليافعات يعني الشابات اليافعات ابتداء من سن 10-11-12 سنة، يعني هناك شبكة تواصل نقدر نقول عليها أنها يومية وتخلق تواصل يعني عالم موازي لعالم المدرسة، بحيث أن نفس الزملاء اللي يعيشوا معهم اللي يدرسوا معهم في طيلة اليوم يستمر التواصل في ساعات إضافية، وهناك طبيعة الحال زمالة وصداقة، وهذا يعني كنظن أن العالم كله يشترك فيها عبر العالم بدون حدود، لأن الإنترنت هو الذي لا يعترف بالحدود وتنتشر فيه الصداقة وتستمر عبر كل القارات. لكن لنرجع إلى اللغة، في غرف المحادثات يتداولون اللغة الفرنسية، هل الثقافة الأقوى هي التي تسيطر أيضا في الإنترنت؟ هناك الفرنسية، لكن هناك العربية والدارجة المغربية التي تكتب بحروف لاتينية. يجب أن أقول لك أن الإنترنت صار وسيلة التواصل الأولى بين المغاربة وعائلاتهم خارج المغرب، فهو يجعل أن الروابط يومية وتواصل مستمر وأرخص لأن تكلفته رخيصة ورخيصة جدا، فهي عنده هذا الجانب الإيجابي. بالرجوع لقضية المرأة، خليني نقول لك بأن الإنترنت صار الآن أكثر إنصاف للمرأة من وسائل الاتصال التقليدية اللي كانت تحصر حضور المرأة في المجالات التقليدية من جمال وطبخ إلى آخره، حتى في الإنترنت، بحيث أن الإنترنت صار أكثر إنصاف لها، بحيث أن نجد أن في المدونات مثلا نجد مدونات للنساء فاعلات جمعويات، نساء ناشطات سياسيات، نساء صحفيات، يواصلوا التعبير ويتعمقوا أكثر في طرح أفكار وقضايا المرأة، الطبخ والديكور والجمال أكيد، ولكن بموازاة مع ذلك إذا دخلت لأي محرك بحث تجدين أن هناك مدونات لنساء أديبات، لنساء مثقفات، لنساء صحفيات، لنساء فاعلات في المجتمع المدني والسياسي. المغرب الآن يعرف تجربة مهمة جدا، وهي تجربة الانتخابات المحلية والجماعية الأهلية، أظن أن في بعض الدول العربية يطلقون على هذا الاسم، فيكون الإنترنت يعني رفيق درب أساسي للفعل السياسي والفعل الجمعوي والفعل المدني. مش بس المغرب، الدول العربية بشكل عام، هل تعتقدي أنه الإنترنت بقى وسيلة قفز على القيود اللي بتضعها الأسرة وكمان القيود اللي بتضعها الدولة؟ أكيد، هو انطلاقة في عالم بعيد عن أي قيود سواء من الأسرة أو من الدولة. أكيد، بفضل الإنترنت هو متنفس جديد، هو فضاء جديد للتعبير، هو تجاوز للرقابة، رقابة الأب، رقابة الزوج، رقابة المجتمع، رقابة وسائل الإعلام التقليدية، ولكن الجانب الإيجابي هو خلق فضاءات جديدة للتعبير، لطرح الرأي، للابتعاد عن حصر واختزال ذكاء المرأة ووجود المرأة في مجالات جد يعني مغلقة. ده في حد ذاته يعني قد يعتبر البعض شيء سلبي، أنه بقت المرأة إذا أرادت أن تعبر أو إذا أرادت أن تقيم صداقة أو إذا أرادت أن تفعل أي شيء هي ممنوعة منه سواء من الأسرة أو من الدولة، بتلجأ إلى عالم وهمي، وبالتالي ممكن أن تتعود أنها هي ده العالم بتاعها، أن هي راضية بالواقع اللي هي فيه سواء كانت مقهورة أو عايشة في واقع مظلم، لكن عندها الحياة التانية الافتراضية اللي هي عايشها وراضية بيها، وده قد يعود بشكل سلبي. لنا أن نختار أن ننظر للجانب المملوء من الكأس، ولنا كذلك الاختيار أن ننظر إلى الجانب الفارغ من الكأس. عفوا، الصداقات كانت، رسائل الغرام يعني كانت موجودة، التواصل بين شخصين من جنسين بين الرجل والمرأة
كان حاضر عبر بريد القراء أو ركن تعارف، فلا يجب أن نحمل الإنترنت أكثر ما يحتمل، ويجب أن نكف عن ربط تعامل المرأة مع الإنترنت على شاكلة أنه للانحراف. والمواقع الساخنة هذا شيء عادي موجود، ولكن هناك مواقع في تضيف للمرأة قيمة مضافة، والانحراف ليس لاصق بالإنترنت. عفوا صحيح، أنت جئتي على الانحراف، الانحراف هل هو بالأساس موجود والإنترنت هو وسيلة لكشفه؟ هو موجود كمشكلة اجتماعية مثلا، يعني كظاهرة اجتماعية هي حاضرة عبر الأزمان وعبر الأمكنة. فالإنترنت اتخذت أشكال جديدة، وكل جديد هو مخيف. أي شيء، أي اختراع يظهر جديد في أي مجتمع، فالسؤال الأزلي والأبدي هل للمرأة حق؟ ثم هل للمرأة نفس حق للرجل؟ إلى جينا نشوفوا السلبيات أو الخطورة، فللرجل كذلك نصيبه، للطفل الذكر كذلك نصيبه، فلماذا نسلط الأضواء فقط على ما يمكن أن يصيب المرأة؟ هذا فكرة جاهزة جديدة تضاف لسلسلة الأفكار الجاهزة. طبعا يمكن أن تصور سيدتي الأفكار التقدمية أو الديمقراطية أو العدالة تسوق أيضا على الإنترنت، الأفكار الرجعية أو المتشددة. صحيح. فالمرأة أو المراهقة أو الرجل أو الشاب كيف يستطيع أن يحمي نفسه من هذا الكم من المعلومات التي يتلقاها؟ بالتربية والمتناقضة، بالتربية، بتكوين، بجعلنا ننظر يعني بوضوح وبجلاء للظاهرة. شوفي عن قريب المدرس سوف يتواصل، وهذا يعني مسألة الآن واردة ويومية، أن بعض المدرسين يتواصلون مع طلبتهم، ينجزون الامتحانات عن طريق الإنترنت. وعندنا في العالم العربي الأم هي التي تباشر، تواظب على التمارين، على الفروض المدرسية، فلازم أنها تأخذ بناصية هذه الأداة الجديدة حتى يمكن لها أن تواصل مباشرة حياة أطفالها. تعتقد أن المرأة العربية ما عندهاش هذا العلم وهذه الخبرة بهذه الأداة عندها الجديدة؟ لكن خطابات من هذا النوع يمكن تخلي الفجوة الإعلامية اللي ضحيتها المرأة أنها تأخذ أبعاد. شوفي آخر فتوى صدرت، يعني صدرت فتوى لتحريم الإنترنت على المرأة إلا بوجود محرم أو بادي جارد، يعني يمكن نسميه كيف نحبه، لكن هي النتيجة هي نفسها. أنا أظن وكأن الإنترنت ذكر. نعم، أو وكأن ودائما المفهوم المنطلق هو سوء النية، وبأن المرأة قاصر، وبأن المرأة لازم نفرض عليها وصاية، بينما كنشوفوا بروفايلات مهمة جدا لنساء عربيات كيف قلتي حضرتك، فاعلات جمعويات، مثقفات، فاعلات في الحقل السياسي، موجودات على الإنترنت كيف موجودة الأماكن، المواقع الساخنة، ولكن هناك انتقاء طبيعي على المدى الطويل هو اللي يحكم في النهاية. وهي مسألة الإنترنت هي مسألة جرعات، فخلينا ناخذ الجرعات الإيجابية حتى تكون عندنا في كل شيء موجود إيجابي، تكون عندنا حصانة، وتكون عندنا. خليك معنا دكتورة نادية، ناخذ فاصل ونعود. شكرا. مجددا دكتورة نادية المهيدي في حلقة المرأة والإنترنت من برنامج هنا.
الآن مثلا قيم سامية عليا عالمية مثل المساواة والعدل والتسامح، أكثر من يستفيد منها هي المرأة التي تتعرض لضغوطات كثيرة بالذات في مجتمعاتنا العربية. كيف ممكن يلعب الإنترنت دور في ترويج هذه القيم؟ ترويج لهذه القيم موجود من خلال مواقع متعددة. اللي لازم نعمله هو أننا نعطي المرأة الفرصة لتستعمل أكثر هذه الأداة للولوج لهذه المواقع، لاكتساب الخبرات، لتبادل المعلومات. شفنا كيف أن بلد عربي كالأردن والتجربة البحرينية وتجارب متعددة على امتداد الخارطة الدول العربية، بحيث أن المجتمع المدني والجمعيات القائمة بالشأن النسائي بحيث أنها تحط على مواقعها خدمات متعددة، تعرف المرأة بحقوقها، تعرفها مثلا بالمسلك القانوني اللي لازم أنها تخوضه من أجل إثبات حقوقها. هناك الاستشارة القانونية، هناك الاستشارة النفسية، وهناك بسط لمجموعة القوانين اللي تمشي في الإطار ديال الرفع. بس هل ده بيصل للمرأة المستهدفة؟ يعني مفترض أنه المنظمات أو الهيئات دي بتستهدف المرأة الضعيفة أو المرأة اللي في أماكن نائية. هذه المرأة أصلا ما عندهاش رفاهية استخدام الإنترنت، يعني ده بالنسبة لها رفاهية، فإزاي ممكن توصلوا ده إليها؟ نوصلوا لها بحيث أننا نرقي من مستواها التعليمي، ونرقي من نطور كفاءتها ومهارتها، بحيث أنها تصير تستعمل الانترنت كأداة للتواصل. خصوص أن في بعض الدول العربية المرأة يعني لا ما عندهاش حرية التحرك وحرية الخروج من البيت. ما ننساش أن في بعض الدول في بعض الأماكن النائية الولوج إلى فضاء الانترنت هو يعد شبهة، يعني إذا لم أقل جنحة. فحتى الرفع من الإمكانيات المادية للمرأة بشكل أنها يكون عندها الولوج للإنترنت في بعض الأحيان في بيتها بأثمنة، يعني في بعض الأحيان بيبقى ده متنفس للمرأة. يعني في الآخر في مدونين وفي مدونات وفي العديد من المواقع اللي هدفها نصرة وإنصاف المرأة، مواقع عربية، لكن في النهاية لا شيء يتغير لأن كل هذه المواقع وكل هؤلاء المدونين هم تحت رقابة الدولة بشكل مباشر. لا، هو عمل يعني على المدى البعيد والبعيد جدا. هي مسألة إعادة تربية، اكتساب المهارات، جعل الأداة أداة يومية، الرفع من مهارات المرأة حتى نحد من الفجوة الرقمية. وهذاك وهنا الآن كاين إرهاسات، كاين بدايات، مجموعة من الجمعيات الأهلية أو جمعيات المجتمع المدني تشتغل في هذا الحقل بكثرة، بحيث أنها تقيم دورات تدريب للمرأة حتى تتعود على استعمال وسائل الاتصال الحديثة، لأن هناك رهان ورهان حقيقي. لأن تبقى الصحافة المكتوبة تبقى نخبوية، وتبقى بعض البرامج اللي تطرح قضايا الرأي العام تبقى نخبوية. فهاد الأداة اللي إمكانيتها يعني تكلفتها المادية بخسة ورخيصة ويعقد عليها الأمال كبيرة، لازم أننا ما نجعلوهاش نخبوية، بحيث أن الإنترنت هو نقرة، والمرأة العربية من الذكاء ومن اليقظة ومن الحنكة ومن الإرادة، بحيث أنها يمكن أنها تلج عالم الانترنت بيسر كل وبسهولة. هذه الايجابيات ايضا يعاتب على الانترنت انها تؤدي الى عزله المراه، خاصه الموجوده في المناطق النائيه، ولا المراه السعوديه او المراه في المناطق المحافظه اكثر. اكيد هذه العزله هي من الوجه المعكوس للعمله، لان اكيد ان هناك عزله اسريه، ولازم ان نكون حذرين وحذرين جدا، لأن المرأة تستقطب وتخوض فضاءات جديدة، تربح يوميا رهانات جديدة. لكن يجب أن ننتبه كثيرا لهذه العزلة، لخلق عوالم خاصة، عوالم افتراضية، فلازم أن يكون تواصل حقيقي حتى لا نخلق لنا
جزر متعدده، نحد من الهوة الرقميه، من الفجوه الرقميه، ولكن نبقى موجودين فاعلين متواجدين مع الحقيقه ومع الممكن. خليني نقعد في السلبيات. من السلبيات ايضا اللي تعاتب على الانترنت يقال انها تهدد الحياه الجنسيه السويه للمراه. هذا فيه نوع من الصحه، خصوصا بالنسبه لليافعات. شنو اللي يحصل؟ بحيث ان اول تعرف على الحياه الجنسيه يكون من خلال مواقع شاذه، فتكون الصوره الاولى صادمه، وتتركز هذه الفكره الشاذه المتطرفه عن الحياه الجنسيه او عن الممارسه الجنسيه بعيدا عن المؤسسات اللي تدخل للمجتمعاتنا العربيه بشكل سلس وبشكل مرن وبشكل تراعى فيه الخصوصيات الثقافيه والخصوصيات المحليه. الحل هنا ايش؟ الحل يعني هناك حلول تقنيه، هي هاد المصفات او الكود، او اظن بان يعني مجموع الاباء، مش كلهم ولكن كثيرين منهم يعني هما على علم وعلى درايه، واللي مش عارفين لازم تكون دورات تحسيسيه للاباء حتى انهم يجنبوا ويحصنوا ابنائهم. الحل الثاني هو التحسيس والتربيه وتجنب المنع، التربيه الجنسيه والتربيه على استعمال وسائل الاعلام، الاتصال الحديث ومنها الانترنت، لان للاسف كثيرا ما يربط استعمال الانترنت بالممنوعات والمحرمات. لازم ان ندرب النشأ على ان الانترنت هو وسيله للمعلومات ووسيله للبحث، ولازم يستخدم بشكل ايجابي. بشكل ايجابي بعيدا عن مساله المحرمات، واستكمالا للنقطه اللي بداتها اسمع، موضوع العزله، انه الانترنت بيتسبب في بعض الوقت في العزله بالنسبه للست وبالنسبه للرجل، بس يمكن للمراه اكثر تاثيره، لانه مثلا العلاقات الابويه يعني ممكن نبعت لبعض على الايميل ازيك، حتى لاخوكي، حتى الزوج يبقى قاعد في البيت مشغول بالانترنت بيعمل شات او يعني مشغول بالانترنت، ونفس الشيء الزوجه. فهل بالفعل انه الانترنت اثر بشكل او باخر، بشكل سلبي اقصد، على العلاقات الاجتماعيه؟ اكيد. بعض الاطفال صاروا يعيشوا عوالم افتراضيه، يعني عندهم صداقات، عندهم عالم، وحتى المائده الاسريه او الوجبات، وجبات الغداء او وجبات العشاء اللي كانت تجمع الاسره انتهت يعني. فلازم اننا نحرص على عوده هذه الفضاءات للمه الاسريه، يعني هذا مفروض واكيد. ومجموعه من الاطفال صاروا ياخذوا وجباتهم الانترنت، يعني لازم تمنع منعا كليا. ده في دراسه يعني كمان بتقول انه بعض الاطفال بيصابوا بالتوحد نتيجه ان هم قاعدين طول الوقت قدام شاشه بيكلموها بالظبط، يعني صاروا بيصابوا بالتوحد. صاروا اشباح اطفال، صاروا اطفال اشباح، وصاروا كائنات افتراضيه وهميه تتحرك في الفضاء البيت ولكن كشبح. يعني المفروض هناك حلول بسيطه، انه مثلا ما نحطش الكمبيوتر في غرفه الطفل، ان الكمبيوتر يتخصص له في مكان مشترك بين كل افراد العائله، حتى لا نجعل الطفل يحس باننا نفرض رقابه يوميه ومستمره. ولكن تكون رقابه، المشاكل العنائيه ما عم تتغير بسرعه هائله. حتى صارت تكلمنا عن العزله، لكن كمان نتكلم عن الزواج السريع، ايميلين ثلاثه، تشاتينج، صار في علاقه حب، صار في زواج، لكن صار في شيء اخطر من هيك بهذه السرعه، صار في طلاق على الانترنت، صار في سابقه في تركيا وحل المفتي هناك وخلقت موضوع جدال في مصر. ما تعليقك على هذا الموضوع؟ الحمد لله انها تبقى حالات محدوده وحالات شاده وحالات طبيعيه بالنظر الى جده التقنيه. كلها التقنيات، كلها وسائل الاتصال الجديده، شوفي الاذاعات الخاصه عملت ضجه لما تم تحرير
الامواج وصار كل يعني الراديو ميدينا او راديو تروتوار. ولكن بعد هذه الطفره هذه وبعد هذه الثوره هذه يجي بعد من السكون والهدوء يجي التقنين، ثم التقنين الذاتي لتأطير الظاهره ولي حتى نعزل يعني السمين من الغث ويكون تأطير احسن للظاهره. يعني انا غير بالرجوع لسؤالك، تبقى والحمد لله حالات شاده وحالات جد محدوده. لنختم حلقه بشيء ايجابي، هل في المستقبل القريب سيكون هناك اتحاد نسائي على الانترنت يضم جميع الدول العربية مثلا لتحقيق كل المطالب؟ الخطوة الأولى، هل هذا فرضي أو سيحقق؟ لا، هذا حلم مشروع، والخطوات الأولى لهذا الحلم المشروع هو أنه صارت شبكات تجمع مثلا نساء الأعمال العربيات، الصحفيات العربيات، الفاعلات السياسيات، المستشارات الجماعيات العربيات. فهناك بوادر وبوادر طيبة، وأنا أؤمن كثيرا بالإنترنت كوسيلة سوف تكون ترافق المرأة العربية في حركيتها وفي ديناميتها نحو وضع وتموقع أحسن داخل المجتمع. نعم. دكتورة نادية، في 30 ثانية في نهاية هذه الحلقة بودنا أن نعرف منك كلمة توصية إلى المشاهدات بما يختص بالإنترنت وتأثيره على واقع المرأة العربية. في كلمة واحدة، ولوج عالم الانترنت لأسباب عدة، منها الالتصاق بالحركية اللي ماشي فيها العالم الآن. ما يمكنش أن المرأة العربية تبقى جانبا، وما يمكنش أنها تمارس عليها وصاية جديدة في العالم الرقمي. شكرا جزيلا لك دكتورة نادية المهيدي، شكرا مشاهدينا لمتابعتكم. هنا @الحرة.com هو وسيلتكم للتواصل معنا. إلى اللقاء.